شعور واستشعار برحمات الله بمغفرته برضاه يسيطر على الروح ويجلب الأمانة في رمضان، إحساس غريب وثقة غالية تدب في النفس كل ليلة بأن الله قد أعتق الرقبة وغفر الذنب. في رمضان تتلمسون النجاحات، وفي رمضان تتعايش أرواحكم مع مقاصد التقوى، في رمضان تتعالف القلوب وتكثر البسمات. رمضان كريم وكل يوم وأنتم بخير. جهود رائعة يقوم بها رجال قطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني من خلال إصدار النشرات التحذيرية المستمرة لتحذير الأخوة قاطني المناطق الجبلية، خاصة الأطفال وكبار السن، سواء من موجة الصقيع أو حتى في ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة أثناء النهار وأيضا الصباح الباكر. حول الجديد في ذلك ينضم معي عبر الهاتف المهندس رشيد العريقي الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس، مساء الخير، رمضان كريم. مساء النور في قبري، رمضان كريم، وأحييكم في هذا اللقاء أنت وكل مستمعي مشاهدينا الأكارم وكذلك طاقم برنامجكم هذا الطيب. وهم أيضا يوجهون لك التحية يا باش مهندس. يا باش مهندس، حدثني عن موجة الغبار التي مصدرها شرق أوسط الجزيرة العربية، هل ستتأثر بلادنا؟ هل من تنبيهات صدرت اليوم في ذلك؟ نعم، في يوم أمس فعلا بدأت هذه الموجة الغبارية الواسعة الانتشار والتي مصدرها شرق ووسط شبه الجزيرة العربية. والمركز الوطني للأرصاد الجوية يوم أمس كان يتابع عن كثب، ولا يزال حتى هذه اللحظة يتابع باهتمام هذه الموجة والتي تتأثر بها الآن أجزاء من مناطقنا الصحراوية في المهرة وحضرموت. وقد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية احتمال انتشار هذه الموجة الغبارية إلى الجوف، خاصة صحاري الجوف وصعدة ومأرب وشبوة في الساعات القليلة القادمة. طبعا هذه الموجة أيضا رصدتها صور الأقمار الصناعية وتتأثر فيها كما أسلفت مناطقنا الصحراوية في المهرة وحضرموت. لكن في حالة استمرار نشاط الرياح يتوقع المركز الوطني أن تصل إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية، وهذه من خلال متابعة المركز للنماذج الخاصة بمتابعة الغبار الواسع الانتشار. فإذا اشتدت الرياح على هذه المنطقة وارتفعت سترتفع من الصحاري إلى المناطق الجبلية. طبعا التحذيرات التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد الجوية من خلال نشرته التنبيهية التي لا تزال فاعلية فحتى هذه اللحظة وخلال ال 12 ساعة القادمة، نصح المركز الوطني للأرصاد الجوية من خلالها سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر من تجني في مدى رؤية الأفقية نتيجة الغبار الواسع الانتشار في المحافظات الصحراوية الآنفة الدك. كما نسعى ايضا مرضى السطر وكبار السن والاطفال بعدم التعرض المباشر في الاتربه والغبار بما لها من اضرار على الصحه العامه. طيب يا باشمهندس، ماذا عن التغييرات في حاله الطقس المتوقعه خلال اليومين القادمين باذن الله تعالى؟ نعم، نحن نراقب هذه الكتل الغباريه التي ستعمل على تغير واضح من خلال قدومها، حيث قد تعمل على خفض درجات الحرارة في بعض المناطق التي ستأثر بها هذه الكتل الغبارية، طبعا الصحراوية منها، لأنه درجة الحرارة الآن تتعدى 41 درجة مئوية في هذه المناطق الصحراوية، وخاصة في صحاري حضرموت وشبوة ومأرب وكذلك المهرة. وبالتالي هذه الموجة الغبارية قد تعمل حذف لأشعة الشمس، وهذا من ناحية. إذا الأمر الآخر هنا الجفاف، أيضا سترافق هذه الكتلة الغبارية جفاف، وبالتالي ستتغير الأجواء التي فيها السحب، لن تكون هنا فترة كثيفة كما شاهدنا خلال الفترة المنصرمة من الشهر الماضي وبداية هذا الشهر. الأجواء مستقرة طبعا على أغلب المحافظات، أي أنها ما بين الصحوة تماما وخالية من السحب، الى قد تكون فقط قطع متفرقه من السحب تتشكل على اجزاء من المحافظات الساحليه خاصه الجنوبيه والغربيه وسقطرة. طيب يا باشمهندس، ماذا عن ابرز
التنبيهات والتحذيرات التي أصدرها المركز الوطني اليوم من هذا الثلاثاء؟ نعم، هناك التنبيه الخاص بقاطني المحافظات الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة، والمركز ينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أثناء الظهيرة. كما هنا تنبيه أيضا للصيادين مرتادي البحث في السواحل الغربية ومدخل باب المندب، وكذلك الزمن السواحل الجنوبية من الرياح الشديدة ومن اضطراب الموج واضطراب البحر وارتفاع الأمواج التي قد تصل 3 أمتار هناك. طبعا الذاهبين للمناطق الصحراوية ومن الارتفاع العالي للأمواج، وكذلك كما أسلفنا أيضا الغبار الواسع الذي قد تتأثر به مناطقنا الصحراوية، فعلى الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة من التغيرات هذه التي ستحصل كما يتوقع لها المركز من خلال نشرته التنبيهية التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد. طيب يا باشمهندس، أنتم لديكم العديد من النشرات الجوية يعني مختلفة الألوان، مثلا اللون الأحمر هل يقصد به عندما يكون هناك أعاصير أو يكون هناك أشياء مثلا صعبة جدا في حالة المناخ؟ نعم، الحالة الطارئة هي التي دائما يصدرها المركز الوطني للأرصاد الجوية اللي هو باللون الأحمر والطارئ. هذه تكون طبعا عندما يكون الحالة شديدة ويتطلب التدخل ليس من المركز الوطني بعد ان يتم التوجيهات من رئاسه الهيئه العامه للسيارات المدنيه والوسط وكذلك الهيئات العليا في وزاره النقل. هذا الامر تكون في حالات الطارئه اللي هو مثل الاعاصير او الاشياء او ما يتطلب ضرورة يعني إجلاء المواطنين، وهي مسؤولية أعلى من مسؤوليتنا كأرصاد جوية، بل أن نحن بعد أن نحصل على هذه الموافقة في إصدار مثل تلك، لأنها تنم عن مسؤولية وخطر قد تنجم عنها، وبالتالي الحالة الطارئة هي الحالة القصوى التي أدنى منها هي اللون البرتقالي أو نسميه إنذار، وهو طبعا استخدمناه في حالة الأمطار التي اجتاحت بلادنا قبل أيام وفي مناطقنا الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خلال شهر إبريل، وكذلك في بداية مايو. الذي أدنى من ذلك هو اللون الأصفر وهو التحذير، ونحدد طبعا فيه بين الحين والآخر عندما تكون الحالة أقل حدة من سابقة كما قلنا تكون الأمطار فيها قد تكون فيها غزيرة لكن على بعض مناطق متفرقة أو تكون ليست بتلك الغزارة والشديدة أو موجات غبارية تكون أحيانا كثيفة. إذا يا باشمهندس نتمنى إذا نتمنى أن نكون دائما عند اللون الأبيض، أن تكون الأجواء دائما مستقرة. الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس رشيد العريقي كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أسعد المشاهدين، سيكون لدينا العديد من المحاور في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. البداية طبعا من المحور الأول، الأسرة المثالية التي تكون سكنا لجميع أفرادها وراحة لهم من متاعب الحياة يستظلون في ظلالها من لهيب مشاكلهم، والأسرة المثالية هي التي تسود المودة بين أعضائها ويسود التعاطف وحسن المعاشرة كل مكوناتها. الأسرة المثالية هي التي تظلها الرحمة والرقة وأيضا حسن المعاملة، وتساعد على أن ينشأ أفرادها وهم مدربون على التراحم فيما بينهم، فيسلم المجتمع من أذاهم حينما يخرجون إليه. وللوصول بالأسرة إلى هذا المستوى، ولأن الخلافات الزوجية هي مشكلة واقعية لا يخلو منها بلد ولا يسلم من خطرها مجتمع، كما أن الخلافات الزوجية تتسبب في تخلخل العلاقات الزوجية المتينة، وأيضا تفاقم الخلافات العائلية وتصدع الروابط الاجتماعية. حول هذا الموضوع معي عبر سكايب الدكتور علاء النجار، أستاذ العلوم الإنسانية. دكتور علاء، عفوا، عبر الهاتف. دكتور علاء، اهلا وسهلا. رمضان كريم وكل يوم وانت بخير يا دكتور علاء. كل عام انتم بخير وجميع المشاهدين كلهم بخير، رمضان كريم. طيب يا دكتور، سؤالي الاول، ما هي اللبنات الاساسيه التي تتكون الاسره منها كي يحصل على الاطار الصحيح لمفهوم الاسره؟
عفوا هل من الممكن الصوت غير واضح، هل ممكن تعليق الصوت؟ طيب أعيد السؤال يا دكتور علاء، ما هي اللبنات الأساسية التي تتكون الأسرة منها كي يحصل على الإطار الصحيح لمفهوم الأسرة؟ نعم، المكونات للأسرة طبعا الأب والأم والأولاد هم الذين يكونون النواة الأولى للأسرة. بطبيعة الحال الذي يقع عليه العبء في تكوين الأسرة يكون الرجل في الاختيار، ثم يتحول الزوج والزوجة إلى نواة لهذه الأسرة، بعد ذلك يأتي الأبناء. طيب يا دكتور علاء، هل الأسرة ضرورية لبناء النفس وممارسة المعيشة الهانئة في الحياة ورفض نظام المجتمع بعناصر البناء وإبقاء النوع الإنساني؟ نعم، بطبيعة الحال الأسرة هي النواة الصغرى في المجتمع التي يتكون منها بعد ذلك الأسرة الكبيرة أو أسرة المجتمع بصفة عامة. الأسرة هي مكون هام ومكون أساسي من المكونات التي تحدد المجتمع وتحدد الأخلاقيات في هذا المجتمع، ولذلك يجب الاعتناء بتكوين أو تنشئة الفرد داخل الأسرة أولا حتى يتحول هذا الأمر إلى مجتمع بعد ذلك مجتمع صالح نستطيع أن يعتمد عليه وأن يواجه تحديات الحياة سواء كانت اجتماعية أو غيرها من التحديات الأخرى. جميل. طيب دكتور علاء، هل مظلة الأسرة تنمو فيها روح المسؤولية للعمل على إثبات الذات أو الشخصية الخاصة وتعمير الكون وتعلم معاني الأشياء والتضحية والصبر والاحتمال والسخاء والأمانة وغرس جذور الأخلاق والفضيلة؟ نعم، أولا كما قلت لك بأن الرجل أو الأب والأم يقع عليهم عبء التكوين والتنشئة للأسرة، ولكي نصل إلى هذا الأمر لابد أولا أن يدرك كل فرد في الأسرة مهامه وماذا يريد أن يصل من خلال تكوين هذه الأسرة. لابد أن يكون هناك أن يكون الهدف واضح أمام الزوج والزوجة لتنشئة الأبناء على التنشئة القويمة، الالتزام بالقيم، الالتزام بالأخلاق، الالتزام بقيم المجتمع الأصيلة التي يحافظ فيها على التقاليد وعلى العادات، وعلى ضرورة أن يكون الفرد صالح في هذا المجتمع، أن يكون هذا الفرد منتج في هذا المجتمع، لا يكون عالة عليه ولا يكون عبء على هذا المجتمع. من هنا تأتي أهمية الأسرة بصفتها مكون أساس في المجتمع نستطيع من خلاله تنشئة الإفادة في المجتمع والرقي بهذا المجتمع العامل الضروري. ولكي نصل أيضا إلى هذا الأمر لابد أن يكون عند الأسرة منظومة مفاهيم وقيم تحافظ عليها كما قلت لك. طيب يا دكتور علاء، يعني أفهم من كلامك بأنه عدم وجود اتجاه واقعي نحو الزواج، هل يتسبب ذلك في التفكك الأسري؟ إذا تحدثنا عن موضوع التفكك الأسري لابد أولا أن نشير إلى معنى التفكك. معنى التفكك الأسري هو فشل أحد أطراف الأسرة الأساسية، وهو سواء كان الأب أو سواء كانت الأم في أو أي من أعضاء الأسرة في القيام بواجباته تجاه هذه الأسرة. من هنا هذا هو مفهوم التفكك الأسري، بمعنى أن يأتي فرد من هؤلاء الأفراد ولا يستطيع القيام بواجباته أو يفشل في أداء هذه الواجبات، وتكون لها أسباب رئيسة كثيرة جدا من الممكن أن نشير إليها. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الأسباب فإن الأسباب تأتي أولا في ابتعاد الأب عن المنزل أو قضاء أوقات طويلة في العمل وغيابه عن الأسرة. نحن نعلم أن الأسرة لابد لها من تفاعل، لابد أن يعيش الأب الأسرة ويعيش أولاده لكي يتعرف على مشاكلهم، لكي يتعرف على ما يواجهونه في المجتمع من عقبات، ويحاول أن يذلل هذه العقبات عن طريق الإرشادات التي يرشدها لأبنائه، عن طريق النصائح التي يقدمها لهم. فلابد أن يكون الأب متواجدا. أما إذا حدث نوع من الغياب للأب
وهذا يحدث إذا كان الأب منشغلا في عمله طوال اليوم، أو يكون الأب منصرفا عن أولاده مع أصدقائه مثلا. ويحدث أيضا في حالات على المدى البعيد عندما يكون الأب يعمل في الخارج، خارج البلد الذي يعيش فيه، مغترب، تصبح أو يصبح بعيدا عن أولاده تماما، فيحدث هنا نوع من التفكك الأسري. هذا ليس بالنسبة للأب فقط، إنما الأم أيضا قد تكون الأم منشغلة عن أولادها، قد تكون الأم لها اهتمامات مغايرة لواجباتها في المنزل، تعمل لأوقات طويلة، تنصرف لأداء مهام أخرى، فيترك الأولاد. هنا يحدث نوع من التفكك الأسري، لأن الأولاد لا يجدوا مرشد يرشدهم، فيتجهوا إلى أصدقائهم أو يتجهوا إلى أناس خارجيين. وطبعا نحن لا نضمن هذه الطريقة، لأنه ممكن أن نلتقي بأصدقاء السوء، ويحدث نوع من الانحراف والتفكك في الأسرة، ويصبح كل إنسان كي يسير في طريق دون أن يرشد أحد إلى الطريق الصحيح. هنا يأتي التفكك أو يحدث التفكك داخل الأسرة. طيب، إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو إدمان ألعاب الفيديو، نعم، بات نعم. عفوا يا دكتور، بات يتحكم بعلاقتنا الأسرية بشكل كبير. هل إساءة استخدام هذه التقنيات من شأن أن يكون سببا وجيها للتفكك الأسري؟ نعم، هذه أيضا سبب رئيس من أسباب التفكك الأسري، نتيجة لأن وسائل التواصل الاجتماعي جذبت إليها الأفراد جذبا كبيرا، وبعض الأفراد لا يستطيع أن يتحكم في أوقاته أو ينسق أوقاته كما يجب، فينشغل بأدوات التواصل الاجتماعي، ويصبح تواصله مع الآخرين من خلال هذه الوسائل الإلكترونية، وبالتالي يحدث نوع من الابتعاد عن أفراد أسرته، لأن كل إنسان منشغل بمن هم معه على وسيلة التواصل، فيحدث أيضا التفكك الأسري. ولذلك يجب التعامل مع هذه القضية تعامل واعي ومدرك لضرورة تقسيم الأوقات وتوزيع الأدوار، بحيث يعمل الأب وتعمل الأم أيضا على أن تنظم أوقات أولادها، على ألا ينجرفوا في هذا التيار انجرافا كبيرا، بل يحدث نوع من التنظيم. يجلس الأب مع ابنه ليرشدهم، تجلس الأم مع ابنها، يحدث نوع من التلاحم بين الأسرة، حتى لا تؤدي أو حتى تصبح أو تتحول هذه الوسيلة، بدلا أن تكون سلبية، في هذه الحالة بتكون إيجابية وتكون أداة دفع وليست أداة هدم للأسرة. الخلافات التي قد تنشأ بين الزوجين، هل هي أكثر خطرا على الأبناء في تكوين شخصياتهم واتزانها؟ بالطبع طبعا، هذه الخلافات تأتي من الاختلاف حول دور كل طرف من الأب أو الأم في قيادة الأسرة. صراع الأدوار بين الزوجين بيحدث نوع من الخلافات الشديدة التي يضيع من خلالها الأبناء، لأن كل طرف يريد أن يفرض رؤيته، كل طرف يريد أن يفرض سلطته. المفترض أن يكون الهدف عند الطرفين واحد، أن يكون الاتجاه واحد، لكن عندما يحدث صراع وعندما يتجه كل منهم إلى طريق مخالف للآخر، هنا يحدث الصراع ويحدث التفكك الذي يقسم البيت ويقسم الأسرة إلى أحزاب، ومن ثم يحدث التفكك ويحدث الخلاف الشديد داخل الأسرة، مما يصيب الأولاد بحالة من اليأس والإحباط، وربما الإصابة ببعض الأمراض النفسية التي تؤثر على حياتهم بعد ذلك. عندما يريدون أن يكونوا أسرة، فإنه سوف تكون بهذه الخلافات تأثير شديد عليهم، ونحن نرى هذا الموضوع كثيرا في مثل هذه الحالات. طيب، هل يتسبب الوضع الاقتصادي للعائلة سواء بحالة الثراء أو الفقر في نشوب حالة من التفكك الأسري؟ في بعض الأحيان نعم، يحدث في بعض الأحيان أن يأتي مثلا هذا الموضوع ليس مرتبطا بغنى أو بفقر فقط، فمن الممكن أن يحدث تفكك نتيجة الغنى، لأن التدليل الزائد من جانب الأب وإعطاء الأبناء كل ما يطلبونه دون أن يراقبهم ودون أن يتابعهم، من الممكن أن ينجرف بهم إلى طريق الانحراف وطريق المخدرات نتيجة لهذه الأموال الكثيرة التي تكون بين أيديهم ويستغلهم فيها نتيجة لذلك
الأصدقاء السوء في غياب عن الأسرة، ومن ثم يصبح الغنى في هذه الحالة عامل من هذه العوامل. أيضا الفقر، عندما لا يجد الابن ما يلبي احتياجاته فإنه عفوا دكتور علاء يتجه إلى السرقة، يتجه إلى السرقة أو يتجه إلى شيء آخر، ومن ثم أيضا يصبح الفقر عاملا سلبيا في هذه الأمور. فمن الممكن أن يكون الفقر أو الغنى من المؤثرات الشديدة جدا في التفكك الأسري إذا لم يراعي الأب هذا الأمر ويعي. عفوا يا دكتور علاء، استقلال المرأة الاقتصادي هل يساهم في زيادة نسبة التفكك الأسري ويسبب التعاسة الزوجية؟ أرجو الإعادة، إعادة السؤال. أعيد لك السؤال، استقلال المرأة الاقتصادي هل يساهم في زيادة نسبة التفكك الأسري ويسبب التعاسة الزوجية؟ استقلال المرأة الاقتصادي يعني ليس عاملا من عوامل التفكك الأسري، وإنما طريقة التعامل في هذا الأمر. بمعنى من قبل المرأة طبعا، من قبل المرأة يعني. طبعا أكيد، طبعا طريقة التعامل من خلال المرأة. إذا كانت المرأة تدرك واجباتها وتدرك ما يجب عليها فعله، فإنه لن يكون هناك تأثير. أما إذا كان هذا الأمر بالنسبة لها وأداة للسيطرة وأداة لفرض الرأي، هنا يحدث الخلاف وهنا يحدث النزاع. أما الاستقلال الاقتصادي في حد ذاته ليس عاملا، إنما طريقة استغلال الاستقلال الاقتصادي هو الذي يؤثر إما بالإيجاب وإما بالسلب. طيب يا دكتور علاء، المرأة في بعض المجتمعات يعني تعرف أن إنجاب الأطفال يعتبر عملا وقائيا يمنع من تفكك الأسرة، ولذلك تحرص على الإنجاب يعني بكثرة حتى لو أدى الأمر إلى ارتباك الميزانية المادية للمنزل، ما تعليقك على ذلك؟ طبعا هذا الكلام في حالة المرأة غير المتعلمة أو التي لا تحصل على تعليم كبير، لأن هذا المفهوم نعم سائد في بعض الأوساط نتيجة لأن يظنون أن الأولاد هم الذين يرغمون الزوج على الاستمرار في الحياة الزوجية، لكن هذا الكلام طبعا ليس صحيحا، لأنه في هذه الحالة من الممكن أن يكون كثرة الإنجاب يؤدي إلى ضعف الموارد المادية، فيؤدي أيضا إلى تفرز أو يؤدي إلى تفكك الأسرة. وجدنا في بعض الأحيان الزوج عندما يدخل عليه العبء ولا يستطيع أن يوفي هذا العبء، ربما ترك الأسرة تماما وذهب إلى جهة غير معلومة. الوضع ليس بعدد الأولاد أو بإنجاب الأولاد، إنما بالوعي لدى كل طرف بواجباته تجاه هذه الأسرة وماذا يريد أن يصل بها. هنا هذا هو الأساس. أما إنجاب الأولاد فطبعا مع أنه موجود، إلا أنه ليس أو يعد عامل سلبي وليس عامل إيجابي. لو تحدثنا عن تفكك الأسرة، هل يترك آثار متعددة تبدو في تربية الأطفال وانحراف الأحداث والتخلف الدراسي؟ هل نؤكد أنه كلما ازداد تفكك الأسرة نقصت يعني مقدرة المجتمع الكلي على الإنجاز في مجالات الإنتاج والخدمات؟ هنا نأتي إلى توابع التفكك الأسري على المجتمع كلية. طبعا التفكك، نحن كما قلت الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع، وهي التي تكون هذا المجتمع، فإذا حدث فيها التفكك فإن ذلك سوف ينعكس على المجتمع، ينعكس عليه من ناحية انتشار تعاطي المخدرات، انتشار السرقة، الانحلال الخلقي، السلبية، عدم القدرة على مواجهة المشكلات. طبعا هذه كل العوامل هذه تؤثر سلبيا على المجتمع تأثيرا كبيرا، وتؤدي إلى وجود مثل هذه الحالات التي أشرت إليها وهذه الأمراض التي يعاني منها المجتمع. طيب يا دكتور علاء، أنت ذكرت موضوع يعني الترابط الاجتماعي أو طيب يعني أفهم أنه التفكك الاجتماعي هل يؤدي إلى التفكك الشخصي كما هو في حالة المرض العقلي والاستخدام السيء للعقاقير أو السلوك الإجرامي؟ بمعنى أنه التفكك الاجتماعي لو كان في تفكك اجتماعي هل بيؤثر ذلك على الفرد؟ بالطبع سوف يؤثر على الفرد تأثيرا كبيرا، لأن في هذه الحالة لن يكون هناك من يراعي أفراد العاهات أو أصحاب الأمراض، لن يجدوا من يلتفت إليهم من يراعيهم، سيحدث نوع من الانفصال
بين أفراد المجتمع، وكل يبحث عن نفسه فقط، وكل يبحث عن كيف يحصل على المال وكيف يحصل على المنافع، ومن ثم يحدث نوع من التشتت داخل هذا المجتمع، يحدث نوع من انتشار القيم غير السوية، كما قلت انتشار السرقة، وجود حالات الفساد، الفساد الإداري من الرشوة وغيرها، وجود طبعا عندما تجد أمراض أناس مصابون بأمراض نفسية، هؤلاء سوف لا يجدون من يلتفت إليهم ولا حتى من يعالج مشاكلهم، ومن ثم سوف يكونون خطر حتى على الأصحاء، لأنهم في هذه الحالة قد يرتكبون جرائم هم ليسوا مسؤولين عنها، ولكن المجتمع سوف يكون صاحب المسؤولية، لأنه نتيجة لما هو موجود سوف تحدث هذه المشاكل، ونحن نراها في بعض الأحيان كثيرة. طيب يا دكتور علاء، عفوا، يعني كيف نسعى إلى حل المشكلات العائلية والابتعاد عن العنف، سواء يكون عنف لفظي أو عنف جسدي؟ نعم، البداية تأتي من الاختيار. لابد أن يقوم أن يحدث أثناء وعندما يفكر الشاب في أن يتزوج والفتاة أن تتزوج، أن تدرك أو يكون عندها الاختيار الصحيح لشريك الحياة. الاختيار هنا لا يقف عند حد المقدرة المادية، إنما هل يستطيع أن يتواءم الطرف الأول مع الطرف الثاني أم لا. قد تجد أناس يملكون أدوات المعرفة ويملكون أدوات المادية، لكنهم غير متوافقين. التوافق لابد أن يكون موجودا بين الاثنين، تكافؤ اجتماعي، تكافؤ ثقافي، تكافؤ في أوجه كثيف مواجهة المشاكل والقدرة على حل المشاكل. لابد أن يدرك كل طرف أنه يستطيع أن يتواءم مع الطرف الآخر، وأن يكون الاثنين يسيران في اتجاه واحد وليس في اتجاهات متعكسة. هذه هي البداية. البداية في علاج هذا الأمر، أن تكوين الأسرة من البداية لابد أن يكون صحيحا، ولابد أن يعتمد على أسر، لابد أيضا أن يكون هناك نوع من القدوة في المجتمع، لأن الإنسان عندما يجد القدوة فإنه في هذه الحالة سوف يسير وفقا لهذه القدوة، وفقا لما تبثه من أخلاق وقيم. وبالتالي نحن أيضا لابد من وجود قدوة يسير أو يلتفت إليها الشباب ويتأثرون بها. لابد أيضا من وجود الالتزام بالقيم والأخلاق والإيمان بالله سبحانه وتعالى، الارتباط بالله سبحانه وتعالى ومراعاة الأخلاق والقيم حتى لا يحدث انحراف في هذا المجتمع. الدكتور علاء النجار، أستاذ العلوم السياسية، أنا شاكر جدا معلوماتك القيمة، وأتمنى أن يستفيد السادة المشاهدين أيضا من هذه المعلومات حول السعي للحفاظ على الأمن الأسري والحفاظ على الأسرة، كون الأسرة هي نواة المجتمع، ولا يتطور مجتمع إلا بتطور الأسرة. فاصل ثم نعود لاستكمال بقية المحور الثاني من برنامجكم المباشر رمضان كريم، ابقوا معنا. عدنا إليكم مجددا السادة المشاهدين لاستكمال المحور الثاني من برنامجكم المباشر رمضان كريم، حيث يتميز شهر رمضان المبارك بطقوسه الدينية الجميلة وعاداته التي لا تتكرر في أي شهر آخر، وهذا ما يجعل كل مسلم ينتظر حلول هذا الشهر الفضيل بكل شوق ومحبة من كل عام، ليتمتع بأجوائه الخاصة وليتقرب من رب العالمين عن طريق العبادات والصلوات. ولكي تستمتع بأيام رمضان، أن نستمتع جميعا طبعا، علينا أن نعتني بصحتنا العامة ونظامنا الغذائي الذي سيمنحنا القوة والصلابة طوال فترة الصيام. وخلال شهر رمضان المبارك ينبغي أن يكون نظامنا الغذائي لا يختلف كثيرا جدا من نظامنا الغذائي العادي، وينبغي أيضا أن يكون بسيطا قدر الإمكان. وهناك صعوبة الصوم طبعا تزداد في أيام الحر، حيث أن نقص السوائل في الجسم كما في هذا العام، خصوصا بالنسبة إلى مريض السكري، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات صحية وأضرار. حول هذا الموضوع سوف نتحدث مع الدكتور إبراهيم الحكيم، أخصائي تغذية. دكتور إبراهيم، رمضان كريم وكل يوم وأنت بخير يا دكتور. كل عام وأنتم بخير وكل وبصحة وبسلامة، وكل المشاهدين بصحة، وإن شاء الله ربنا يعود علينا الأيام دي كلها بخير وبصحة وبعافية، ورمضان كريم عليك وعلى السادة المشاهدين.
طيب يا دكتور، سؤالي، يعتبر مرض السكر من الأمراض المنتشرة حول العالم، هل هناك قواعد وخطوط استرشادية عالمية لكي يتمكن مريض السكر من الصيام بدون مشاكل صحية ويتمتع بالصيام آمن طوال شهر رمضان المبارك؟ السكر يعتبر من الأمراض المزمنة اللي هي احنا بنقول عليها لازم الشخص يتعايش معاها، سواء في ظروف الصحة أو في ظروف المرض أو في ظروف الصيام أو الحياة العادية. لكن مريض السكري ده من المرضى اللي هي الحساسة جدا، خصوصا في شهر رمضان في الصيام. في بعض المرضى ينفع ان هم يصوموا، وفي بعض المرضى بيصوموا بس باتباع المحاذير واتباع ان هو يبدأ يقيس السكر ويشوف الصحة العامة فيها مشاكل ولا لأ. وفي بعض المرضى لا ينبغي لهم الصيام نهائيا، يعني المرضى اللي لا ينبغي لهم الصيام اللي هم يعني بيتكرر عليهم نوبات انخفاض السكر من 3 لـ4 مرات، اللي هم بيعانوا من أمراض مزمنة زي أمراض القلب أو تصلب الشرايين أو عندهم انخفاض في الدورة الدموية، دول احنا بنقول ان هم ما يصوموش نهائي. أو اللي هو غير القوة العقلية بتاعته، غير واعي ان هو يقدر يتحكم اذا كان في عنده اعراض انخفاض السكر ولا لا، زي الناس اللي هي الكبيره في السن وبدا عندها اعراض الزهايمر او المشاكل العصبيه، او بعض الاشخاص اللي هم بيعانوا من مشاكل في القدرات العقليه عندهم. دي نقطه. النقطه التانيه، بعض الناس برضو اللي هي السكر بتاعها غير منتظم، بنلاقيه بيعلى فجأة وبينخفض فجأة، فده برضو يفضل ليه ان هو ما يصومش. طيب اذا اصر المريض على الصيام وهو صحته تتحمل الصيام، المفروض يعمل ايه؟ المفروض ان هو في الاول انا براجع الدكتور بتاعي عشان اعرف الجرعات بتاعتي بانتظام، هل هاخدها امتى قبل الفطار، افطر امتى ولا اخدها قبل الفطار مباشرة، السحور بتاعي يبقى ايه، شكله ايه، في نفس الوقت ايه اللي ممكن يحصل لي لو انا مثلا السكر انخفض اعمل ايه. الحاجات دي كلها لازم يراجع فيها الطبيب بتاعه في اثناء اول اسبوع من الصيام. احنا دلوقتي حوالي عدى علينا اسبوعين، فبنقول في بعض الناس بدأ يظهر عندها مشاكل سكري، بدأ ينخفض عندها السكر في على مدار اليوم، بدأت تحس بغيبوبة السكر ومشاكل. طبعا غيبوبة السكر ما بتجيش فجأة، وفي الأول الشخص بيحس بتعرق في الجبين، ممكن يحس برعشة في الأطراف، ممكن يحس ببرودة، ممكن يبقى الشخص يبقى عصبي، في نفس الوقت بيبدأ عنده قلة تركيز. فدي كل الأعراض دي تبقى معناها إن هو شخص داخل على غيبوبة انخفاض سكر. انا المفروض ان انا ظهر عندي عرض او عرضين من الاعراض دي، ما انتظرش ان يحصل عندي غيبوبة السكر، لازم ان انا ابدا اخد حاجة بتحتوي على سكريات عادية. طيب لو شخص حصل عنده غيبوبة السكر، المفروض ان انا اعمل له ايه؟ المفروض ان انا بديله اي حاجات فيها سكر، مثلا في البق، على اساس ان هو يبدا يفوق، وممكن اديله سوائل وكده. برضو ينصح لمريض السكر عامة ان هو يكون دايما معاه في جيبه او في بتكون معاه يعني، الشنطة بتاعته، بتكون معاه. يكون معاه علبة عصير مثلا او نوع اي نوع من الحاجات اللي هي الحلويات المسكرة اللي هي محفوظة، اللي هي ممكن ترفع مستوى السكر عنده، على اساس لو حس بأي علامة من علامات انخفاض السكر ان هو يبدأ ياخد الحاجات دي، بحيث ان هو طيب يحافظ على مستوى السكر في الدم. عفوا يا دكتور إبراهيم، اتفضل. من المخاطر المحتملة عند الصيام انخفاض السكر في الدم أو ارتفاعه أو الجفاف أو تجلط الدم، هل مرضى السكر أكثر عرضة لمخاطر الصيام خاصة وهم يتعرضون لانخفاض حاد في مستوى السكر؟ تمام. هو احنا مشكلة دايما مريض السكر برضو ان هو بيجي بعد يوم صيام كامل،
ان هو بيجي وقت الفطار ممكن ياكل حاجات عصاير بتحتوي على كميات كبيره من السكر، يشرب عصاير فيها كميات عاليه من السكر، او ياكل بعض الحلويات، او ياكل كميه كبيره من الاكل اللي هي بتحتوي على النشويات، فبيحصل ارتفاع مفاجئ للسكر. النظام الغذائي الصحي اللي انا اتبعه في خلال ان انا اول حاجه لازم يعني ممكن افطر على بلح تمرات، ممكن واحد او اتنين، واحد او ثلاث تمرات، ما يزيدش العدد عن كده، واشرب كوب من الميه، واستنى اخد بتاع اذا كان ممكن باخد انسولين او اقراص اللي هي بتنظم عندي السكر، باخدها واستنى من خلال ربع ساعه نص ساعه واخد وجبه الافطار بتاعتي. وجبة الإفطار بتاعتي أحاول إن هي تكون وجبة ما تكونش وجبة تقيلة، ما تحتويش على دهون وعلى نشويات كتيرة. أحاول إن أنا أزود من الفواكه والخضروات. الفواكه والخضروات والسلطة، بتحتوي والسلطة كمان. السلطة، يعني السلطة بتحتوي على كمية كبيرة من المية والسوائل اللي هي بتعوض النقص اللي حصل والجفاف اللي حصل على مدار اليوم. برضو مريض السكر بننصح ان هو يشرب من لترين لتلاتة لتر مية خلال فترة اللي هو فترة الافطار، ان هو ايه على مدار من الافطار للسحور يشرب الكمية دي، بحيث ان هي تعوض فقدان السوائل اللي حصل على مدار اليوم، ويبقى عنده كمية كافية من المية اللي هي على مدار الجسم تحافظ على حيوية الجسم. في نفس الوقت برضو زي ما قلنا ان انا برضو بدل ما افطار وسحور فقط، احاول اخد وجبة بينية ما بين الافطار والسحور، وتكون وجبة خفيفة عبارة عن مجموعة فواكه حصتين او ثلاثة، يعني طبق فواكه مش متشكل يعني، او ممكن اخد قطعة حلويات، او ممكن اخد علبة زبادي مع ثمرة فاكهة، دي في الفترة اللي هي نقدر نقول ما بين الفطار والسحور. في بعض المرضى مشكلتهم ان هم ما بيتسحرش، ودي بتبقى مشكلة خطيرة جدا في مرضى السكر، ان هو ما بيكونش عنده الشهية لان هو يتسحر، فيبدأ اليوم اللي بعد يصوم، وعلى مدار اليوم يبدأ مستوى السكر في الجسم ينزل، خصوصا ان هو ممكن يكون خد العلاج بتاعه من غير ما بياكل، فيحصل عنده انخفاض في السكر، ودي بتسبب كوارث لبعض مرضى السكر. احنا مش في غنى عنها لو احنا اخدنا وجبة سحور تكون متكاملة، يكون مهم جدا فيها ان انا هاخد فيها اي نوع من النشويات اللي هو بيحتوي على الحبوب الكاملة، زي العيش الأسمر، زي التوست السن، زي العيش اللي هو بيحتوي على ردة. الحاجات دي لو أنا حطيتها في وجبة السحور، أولا بتحسس الشخص بالشبع على مستوى النهار، وفي نفس الوقت بتنظم عملية الهضم على مستوى اليوم، وفي نفس الوقت بتدي لي السكريات اللي محتاجها الجسم، لكن مش مرة واحدة، ما بتخليش السكر يعلى مرة واحدة، لا، هي بتحافظ على ان السكر على مدى اليوم مستواه يعتبر ثابت، ما طيب دكتور بيعلاش او ابراهيم، ما دكتور بينزلش. ابراهيم عفوا، يعني هل من الضروري ان نقوم بقياس مستوى السكر في الدم عده مرات يوميا، خصوصا يعني مرضى السكر الذين يحتاجون للانسولين؟ طبعا مرضى السكر اللي هم محتاجين للانسولين يفضل ان هم يقيسوا على مدار اليوم 4 مرات، يعني دي طبعا اللي اوصت بيها جمعيات السكر اللي هي دراسة مرضى السكر، وقالوا ان الافضل على مدار اليوم نقيس من الساعة 10 للساعة 11 صباحا مرة، ونقيس من الساعة 3 للساعة 4 مساء، ودي الفترتين دول بنقول ليه فيهم، لأن طبعا في فترة الصباح ممكن الشخص يكون أكل نشويات كتيرة قوي، فيكون عنده سكر عالي شوية، ممكن بقى فترة المساء السكر يبدأ يقل ويحصل هبوط. فأنا لما بقيس في الفترة دي يفضل إن السكر ما ينزلش عن 70 مللي جرام على اللتر، وبعد 3 ساعات من الإفطار، بعد 3 ساعات من الإفطار ليه بقى؟ عشان زي ما قلنا أنا في الإفطار ممكن آكل بعض النشويات أو الحاجات اللي هي تعلي السكر.
وقبل السحور مباشرة، قبل السحور مباشرة على أساس برضو أقدر أضبط الجرعة اللي أنا هاخدها. فرضنا أنا السكر عالي، ما أخدش الجرعة بتاعتي كاملة. ممكن يعني هو دايما الطبيب بيقول للدكتور لو أنت السكر بتاعك عالي ممكن نقلل مثلا خمسة من الأنسولين، أو نزود خمسة لو عالي قوي. الكلام ده طبعا ايه، لو انا قست على مدار الاربع مرات دول على خلال اليوم هبقى مطمن ان مفيش انخفاض او ارتفاع مفاجئ في السكر. في نفس الوقت اذا مريض السكر حس باي مشاكل او اي ارتفاع مفاجئ او اي انخفاض مفاجئ عليه الافطار فورا، يعني ما يقولش ان انا يعني باقي عفوا عندي. يا دكتور، افهم من كلامك انه اذا انخفض مستوى السكر او عند ارتفاعه هل ننصح بالافطار للصائم؟ يعني احنا دلوقتي مثلا الصائم على الساعة 4 جي اس ولقى ان السكر اقل من 70، هيقول لي انا باقي ساعة احاول وما ضيعش اليوم؟ لا، انت كده في خطورة على صحتك، لازم تفطر فورا وتاخد اي حاجة فيها تحتوي على سكريات. واحنا بنقول حتى ان يفضل ان احنا ناخد عصائر طبيعية عشان ما ترفعش السكر فجأة، واكمل اليوم ممكن اعيده في الاوقات اللي هي ما عنديش فيها مشاكل. في ايام الشتاء بيكون اليوم قصير، اذا مش هقدر ان انا اعيد. طبعا ربنا عمل لنا رخصة ان احنا نفطر وممكن نخرج زكاة. طبعا دي الحاجات دي بيرجع فيها للمفتي بتاعه وبيشرح له حالته وهو بيقول له. لكن احنا الفكرة طبيا احنا بنقول طالما في عندي خطورة، في عندي انخفاض مفاجئ للسكر، او في عندي ارتفاع مفاجئ، او في عندي اي اعراض حس بيها الشخص سواء رعشة او قلة تركيز او حس بتعرق، المفروض ان هو يفطر مباشرة وما يعرضش نفسه للخطأ. ودي رخصة، واحيانا يمكن الشخص يبقى عليه اسم لو هو ترك الرخصة دي على اساس ان هو بيعرض حياته للخطأ. طبعا زي ما قلنا احنا مرضى السكر هي يعني الانسان يعتبر الطبيب الاول لنفسه، وانت دايما الطبيب مش بيبص عليك 24 ساعة صحيح. وبيسألك انت اخبار السكر بتاعك عامل ايه، بتقول له منتظم او غير منتظم. فانت اكتر واحد بتحس بالاعراض اللي انت ممكن ارتفاع او انخفاض السكر. في نفس الوقت برضه يفضل للناس اللي صايمه ان هي تعمل سكر تراكمي، لو السكر التراكمي بتاعها اكتر من 12% دي طبعا يفضل ان هي تفطر عشان تنظم السكر بتاعها وتبقى تصوم في ايام بعد كده يعني. طيب يا دكتور، هل تنصح بممارسة الرياضة بعد الإفطار مثلا بساعتين ولا بعد الإفطار؟ هي الفكرة لمريض السكر يقدر في وقتين يقدر يعمل فيهم رياضة، وطبعا احنا بننصح بالرياضة لمرضى السكر لأن هي طبعا بتنظم السكر في الدم. الرياضة من الحاجات اللي هي يعتبر بتحسن الدورة الدموية ومفيدة جدا، وكمان هي يعتبر كجزء من العلاج لمرضى السكر. في عندنا وقتين مسموح فيهم ويفضل ان احنا امارس فيهم الرياضة. تفضل. في الوقت الاول في الصباح يعني اللي هو يعتبر بعد الفجر يعني. بعد الفجر، اوان بيكون في عندي متناول وجبة السحور فممكن امارس الرياضة. بس الرياضة هنا يبقى ليها مواصفات، اولا احنا نبعد عن الرياضات العنيفة، يعني مش معقولة ان انا ممكن اروح عشان ما جيم نفقدش السوائل عشان يعني، ما ما نفقدش نفقدش السوائل في سوائل، الجسم. او ما نف... وفي نفس الوقت ما نفقدش سعرات حرارية عالية، او ما نخليش السكر ينزل بسرعة مننا. لا، انا امارس رياضة تكون متوسطة او خفيفة اللي هي المشي زي مثلا. المشي. المشي من الحاجات المفيدة جدا واللي هي يعتبر بتحسن الدورة الدموية وبتحسن الحالة النفسية للشخص، وطبعا تحسن الحالة المزاجية ده يعتبر مهم جدا لمريض السكر ان هو بيحافظ له على مستوى السكر. الوقت التاني برضو ان انا ممكن بعد الافطار بساعة او ساعتين ممكن امارس الرياضة، وهنا برضو يعني ايه
فرصة ان انا يعني بيكون عندي فترة افطار، اقدر ان انا لو فقدت اي سوائل اقدر اعوضها، ممكن اشرب عصاير، ممكن اشرب مية كتير. فانا لو عملت رياضة في الفترة دي بتكون كويسة. بس ايه، برضو زي ما قلنا احنا، الرياضة اللي بننصح بيها لمرضى السكر سواء في الافطار او في الصيام ان هي تكون رياضة متوسطة او خفيفة، يعني اللي هي تتمثل في المشي، ان هو ممكن يقعد على العجلة في البيت اللي هي العجلة الثابتة ويعمل بتاع ربع ساعة او تلت ساعة، او اللي هو مثلا يعمل تمارين اللي هي اللي بنسميها التمارين التنفسية، الجري في المكان، او اللي هي رفع الايدين وحركات الاطراف في المكان نفسه. وخصوصا ان بعض الناس دلوقتي ما بتنزلش من البيت نتيجة الحجر الحجر او المنزلي يعني. الحظر اللي عند الناس، فالمشي احيانا ما بيبقاش متاح قوي. فاحنا بنقول ان احنا نعمل رياضة اللي هي العادية الخفيفة او اللي نقدر نعملها وانا واقف في مكاني، زي اللي كنا بنعملها في بنشوفها على قنوات التلفاز في فترة الصبح دي. ونقدر نقول برضو ان احنا ايه، اهم حاجة ننظم الاكل بتاعنا ونهتم بان احنا نشرب سوائل كتيرة اثناء سواء في ممارسة الرياضة او اثناء وقت الافطار، عشان ما يحصلش عندي مشاكل مع السكر وما يحصلش فيه اضطرابات سواء بالزيادة او بالنقص في الدم وكده. دكتور إبراهيم، أنت ذكرت السوائل، ما أهمية السوائل لمريض السكر في رمضان حتى لا يشعر يعني بالعطش؟ طبعا هي السوائل من الحاجات المهمة جدا خصوصا للكلى، ومعظم مرضى السكر بيعانوا من مشاكل في الكلى. فاحنا السوائل من الحاجات المهمة اللي هي بتنظم يعني زي ما بنقول غسيل كده للكلى، يعني ان هي بتخرج الحاجات الفضلات بتاعة الجسم، في نفس الوقت بتحافظ على الدورة الدموية. ومعظم اللي عندنا معظم مرضى السكر بنلاقي بيزيد عندهم انتشار الجلطات الدماغية وانتشار التجلطات في الدم نتيجة ان احنا في نتيجة الصيام ونقص السوائل بيحصل اللزوجة بتاعة الدم بتزيد، فبتزيد عنده احتمالية ان يبقى فيه جلطات كتير. فاحنا بننصح زي ما قلنا من 2 لـ3 لتر، ده ضروري على مدار فترة الافطار. في نفس الوقت السوائل مش لازم اخدها في صورة مية بس، ممكن اشرب عصاير فريش ما تكونش عالية السكر، ممكن اشرب بعض المشروبات الرمضانية بس ابعد عن اللي هي بتبقى فيها سكر عالي، ممكن اشرب بعض الاعشاب زي النعناع واليانسون برضو في نفس الوقت ما تحسش بالعطش. بس احاول ابتعد عن المشروبات اللي هي بتحتوي على كافيين زي مشروبات القهوة، الغازة والطاقة الغازية، زي وعفوا مثلا والطاقة. مشروبات الطاقة، زي عندك المياه الغازية، زي عندنا برضو اللي هي الشاي والقهوة برضو، لان طبعا الاكثار منهم بيسبب مشاكل وبيحسس الشخص بالعطش وبيخلي الشخص يدخل حمام كتير ويفقد كمية كبيرة من السوائل على مدار اليوم. دكتور إبراهيم أخصائي تغذية، شكرا جزيلا لك لهذه المعلومات القيمة، ونتمنى دائما الشفاء لجميع المرضى، ورمضان هو فرصة أيضا للتصحيح إذا كان هناك يوجد خلل في أجسامنا يعني طوال السنة. الصوم صحة، صوموا تصحوا. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من منوعات هذا المساء، حيث تسبب المشهد الصغير الذي نفذته الفنانة الفلسطينية مريم أبو خالد في حديثها مع الثلاجة خلال فترة الحجر المنزلي وانتشاره بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي إلى دخولها عالم الشهرة من أوسع أبوابها. المشهد القصير الذي تضمن ما يمكن تسميته مونولوج حصد آلاف الإعجابات والمشاهدات. رفوفك بتنظفي لي اياهم، بدي اشوفهم يلمعوا لمع. افتحي لي الباب اول ما تسمعي اني بالمطبخ. بدي اكل قد ما بدي، بدي اشرب قد ما بدي. ما دخلك فيي، طويله ناصحه قصيره مكعبله سوداء بيضاء.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام مواطن سعودي بإنقاذ الشابين علقة وسط السيول التي اجتاحت مركز واعر. وكما يظهر في المقطع الشابين العالقين في صندوق السيارة ليقوم المواطن بالاقتراب منهم بسيارته ليقفز الشابين على سيارته. ومع مواجهة العالم لأزمة كورونا، أعرب أعضاء فرقة رقصة التابوت عن امتنانهم للأطباء المتواجدين في الخط الأمامي لمواجهة هذه الجائحة. ونشر أحد أعضاء الرقصة الشهيرة فيديو وجه خلاله رسالة إلى جميع الأطباء. ومقطع فيديو يرصد لحظة قفز كلب من الفرحة بعدما رأى نفسه على شاشة التلفاز. ويظهر الفيديو الذي وثقته أنجيلا لايت المقيمة في مدينة هوما الأمريكية كلبها الذي لم يستطع كبح جماع عواطفه، الذي كان يعرض مقطعا له انتشر بشكل كبير على الانترنت عندما كان يلعب مع طفلها داخل المنزل. وثقت الصين لحظة عودة مركبة الفضائية غير المأهولة إلى الأرض حيث هبطت على سطح كوكبنا بنجاح تام. ويظهر الفيديو مراحل هبوط مركبة الفضاء الصينية وفتح المظلات الخاصة بالمركبة الفضائية. مهما كانت الظروف من حولكم، أنتم أصحاب قرار التغيير والإصرار والتحدي، والإنسان الناجح يجب أن يتمتع بالقدرة على الإصرار. مشاهدة ممتعة أتمناها لكم مع بقية نشراتنا وبرامجنا القادمة. رمضان كريم وكل يوم وأنتم بخير.